إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وغفر فكذا وأخرج المرعى. الحمد لله.
ولكن دعوة الله على رسول الله. اسمع قال يا جابر، اسمع يا جابر،
قل إلا من وراء حجاب. لأن النبي في عصر الإسلام صلى الله عليه وسلم يا شاب ما سلم الله أما ماذا فقد أحيا الله. اسمع وكلمه كفاحا. يعني ايه كفاحا؟ أي ليس بينه وبين لا حجاب ولا ترك وجها لوجه. ترى أو في تلك الساعة الطيبة في هذا في هذا اليوم الطيب في تلك في هذه الجمعة الطيبة أن تجعلنا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اسمع تكلمه كفاحا. لا لو كلام من الله بينهما كلام بين من وبين من بين عبد وبين فرد الروح. Thank you.
ومن قتل من هدمه فهو شهيد فالفضل على رسول الله. قد خرج بها الرسول
إذا في شوارع المدينة ويقصر أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أصليت على رسول الله؟ وهو يقول فإذا به في شارع من شوارع المدينة لم يجد سيدنا الزبير نفسه إلا أمام النبي محمد. كيف يكون الحال؟ أقول الزبير فإذا بكل ما أوتيت من قوة جري نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربته من صدري وأخذت أبكي فقال ما بك الزبير؟ ما بك الزبير؟ إليه الموضوع ما الموضوع؟ فقال وقلاه مصطلح في البكاء والنميم يا رسول الله أخبرك أنك قد ولدت. قال وماذا أنت ذلك وماذا أنت من النبي محمد؟ أطيب وطن ماذا كنت ذلك لو كنت أنت المخلوق؟ قال لقد عاهدت الله Thank you.
الله أكبر. قبل الذي بعدها سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمر على رأسه ناس حرام. في نفس يوم القيامة يبعثون لما يعقلون من حشر من ناس دم ورائي. اللهم صل على النبي. للدين أيها الأحباب هو حجة الإنسان. الاستمرار في الدنيا بالنار. اسمع. نعم. يوضع على رأسه الشريف الزاج. الياقوتا الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها. رقم خمسة: يذوب شوك باثنتين وسبعين من الحور العين. مش من حور الدين، لكن حور العين التي أخبر عنها النبي: لو طلعت بشهوتها. يا من صبر إلى ما حرم الله قوته يا بلد، تطلع إلى تكون منه. يقول لك ربنا في حور العين، اسمع، يقول النبي: لو أن حورية من حور العين طلق بوجهها، ضبط الضبط واحدة، اسمع، طلق بوجهها لاستنار الناس من صور وجهها. الطريق العربي والعلماء في الدنيا كلها اشتغل من المحولات ولا حبال اخوان ولا اهرام ولا تكرام ولا شمس. الطريق العربي والعلماء يرى الناس وسيلزم في علومها. اذا تمت كما اخبر النبي السياره في البحر عذبا تمتثيلا. الطريق العربي والعلماء فاذا بكم الشهير يكن له ومزور باثنتين وثلاثين. السابقه والاخيره يقول النبي محمد ويشبع في سبعين من اهل اي اقارب سبعين اخوان يا عم سبعين واحد يقولون اكراما لاهل واحد. الفضيل على رسول الله. نعم ايها العباد، نعم اذا كان يقال في الدنيا ذكر واحد يكفر لا تعرف. والنجم الشهيد يخبر في اقتباس الرسول على سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لله ايها الاحباب اعتنى هذا الجمع اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وان القلب يحزن وانا اذا تسمع على ما نراه الان في عالمنا الاسلامي. نعم شرطه قول الرجل وتنزيقا واشباه منه احباب. ولكن اصل العقل بذلك عن العظيم قد وضع الله لنا قولا اثمرت النصر على اعدائنا. انظر الى المسجد الاقصى ماذا يصنع فيه. انظر احدى الاخوان الى الدنيا وما يكتب فيها. انظر الى العراق وما يكتب فيها. والى اليمن وما يكتب فيها. سبحان الله رب العالمين. اذكر لي الامه الواحده غير الاسلاميه يحدث فيها ما يحدث في بلاد المسلمين. اذكر لي الامه الواحده يحدث فيها كما يحدث في بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك يقولون عن الاسلام في العنف وفي الارهاب وفي كذا، مع ان كل الدماء انما هي دماء من اين؟ دماء من؟ دماء من؟ من اهل الاسلام. اصبح المقصود ظالما والقاتل مظلوما، وان بذلك وكان يراجع. كيف يقول الله؟ اسمع، قال الله العظيم: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصره ويثبت اقدامه. اسمع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اسمع، ان ينصركم الله. اشتغل ربيه وشرطيه كل ذلك رشا لا قدر له. اسمع، ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يقتلكم وإن يخلقكم فمن ذا الذي ينصركم من ذاته وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحبتي وإخواني في الله، ماذا يقول المسلم؟ ادعو إلى الله رب العالمين كما وصف ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. انظر إلى هذا التأكيد، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم منهم اربع اصول القوم الذين اسمع فسوف ياتي الله بقوم
كيف يكون حالهم؟ فسوف تأتيهم لقومه يحبونه ويحبونه، يحبهم ويحبونه. الذلة في العمى على دونه، العزة في العمى. الكافرين قام الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك أيها الأحباب نعم ربك أتينا منصور نصر العصر بها. أرضينا أن النصر ولكن الامل الذي تعيش فيه ان ينصرف في ذلك لا يقبل من قلبك ابدا منه ولا كان كما قال سيدنا عبد الله الرسول انما انا رجل اعلى فصليتم على رسول الله وبئس من تسلم فصلينا على رسول الله ان الحياه فنسال الله جل جلاله ان يجمع شده من الذين امنوا. اللهم اجعل شده